بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى فقرة جديدة مع الرياضيات. إذن عندنا المفيد en mathématiques, première année du cycle secondaire collégial. رأينا هاد الصفحة programme de mathématiques en première année de l'enseignement secondaire collégial. طبعا انتهينا عند هاد الفقرة. طبعا رأينا nombre en écriture fractionnaire, nombre en écriture fractionnaire, multiplication, addition. ثم رأينا les capacités attendues. مثلا exprimer un nombre par plusieurs écritures fractionnaires, ثم multiplier deux nombres fractionnaires, rendre entier, naturel, un dénominateur décimal, ثم comparer, additionner et soustraire des fractions. طبعا انتهينا ايضا عند activité géométrique. إذن رأينا بعض الأنشطة الهندسية المنتظرة. إذن مثلا فيما يخص الكونتوني رأينا كونسبت فوندامونتو، إذن نتكلم عن تصورات كما نقول أساسية. من بينها، من بين الأهداف المنتظرة منها، كاباسيتي أتوندو، كونستخوير دي فيغور جيومتريك إزيال باغزومبل ريكتانجل تريانجل لوزانج، ثم mesurer et comparer des longueurs, des périmètres, des aires et des angles de quelques figures géométriques dans le plan. من التصورات المهمة المنتظرة طبعا كعنوان طبعا. إذن تنضوي تحتها مجموعة من الأهداف، مثلا construire des figures géométriques usuelles. Construire des figures géométriques usuelles، إذن نتكلم عن بناء، المقصود هنا إنشاء. إنشاء ماذا؟ أشكال، دي فيغور جيومتريك، أشكال هندسية إزيال، يعني مستعملة، معتادة، مثلا ريكتانجل، تريانجل، لوزانج، مثلا مستطيل، مثلث، ثم المعين. بوي ميزوري إي كومباري دي لونغور، إذا نتكلم عن ميزوري يعني أنك تقيس، إي كومباري، ستادير فيغ لا كومباريزون. Faire la comparaison entre ces mesures. Entre ces mesures. يعني أنك تقوم بمقارنة هاد القياسات. طبعا نتكلم عن les mesures des longueurs. إذا نتكلم عن قياسات الأطوال. Des périmètres. إذا نتكلم عن قياسات المحيطات. محيط الدائرة، محيط المربع، مستطيل، محيط معين، إلى غير ذلك. ثم des airs. Et des angles. ثم طبعا قياس ومقارنة المساحات. اي دي زونغل، اي دي زونغل، اذا نتكلم عن شنو هما لي زونغل؟ هما الزوايا، هما الزوايا دو كيلكو فيغور، دو كيلكو فيغور جيومتريك دون لو بلون، لبعض الاشكال الهندسية دون لو بلون. تنتكلمو هنا على دو دي، تنتكلمو على دو ديمونسيون، تنتكلمو على شي حاجة مهم بسيطة غيكون فوق منها هاد الاشكال، بحال الورق مثلا، بحال اللوح، بحال السبوره. ممكن نرسم مثلا الطول والعرض، ولكن في حاله اذا رسمنا مثلا الطول والعرض والارتفاع، اذا هنا تنوليو في 3 ديمونسيون. اذا نتكلم عن مجال ذو الابعاد الثلاث. ثم بعد هذا لو تريونغل، اذا نتكلم عن مجال، اذا نتكلم عن مجال المثلث. اذا سنرى المثلث من ضمن ما سيتطرق له فيما يخص المثلث. utiliser la somme des angles d'un triangle dans des situations différentes et l'appliquer à des triangles particuliers. triangle isocèle, triangle rectangle isocèle, triangle équilatéral, triangle rectangle. إذن عندما نتطرق للمثلثات طبعا سنرى ماذا؟ utiliser la somme des angles. utiliser la somme des angles. إذا نتكلم عن استعمال مجموع، مجموع ماذا؟ مجموع الزوايا. إذا غنشوفو كل مثلث ونجمعو الزوايا ديالو ونشوفو شنو غيعطينا. دون دي سيتياسيون ديفيرونت، يعني في حالات مختلفة. ناخدو حالات مختلفة.
ديال هاد المثلثات، ثم نجمع مجموع قياسات الزوايا الى ابليكي، ثم سنقوم بنفس العمل، سنطبق نفس العمل ادي تريونغل بارتيكولي الى ابليكي ادي تريونغل بارتيكولي، ثم نطبق هذا العمل طبعا مع مثلثات خاصة. ما معنى مثلثات خاصة؟ مثلث عامة نتكلم على واحد الشكل الذي نرسمه طبعا، والمكون من ثلاثة أحرف، هذا هو المثلث، يعني عنده ثلاثة زوايا وعنده ثلاثة الأحرف، إذا نتكلم عن المثلث. لكن هناك مثلثات خاصة بحالاش تخيونغل إيزوسيل. شنو نقصد بتخيونغل إيزوسيل؟ قائم زاوية. إذا عندنا تخيونغل إيزوسيل، تخيونغل إيزوسيل شنو نقصد به؟ فوالا ستان تخيونغل إيزوسيل، شنو نقصد به؟ متساوي الساقين. إذا المثلث المتساوي الساقين يسمى ان تخيونغل إيزوسيل. إيزوسيل. ثم عندنا بعد تخيونغل إيزوسيل شنو عندنا؟ تخيونغل ريكتونغل إيزوسيل. تخيونغل ريكتونغل شنو نقصد بتخيونغل ريكتونغل؟ تخيونغل ريكتونغل شنو نقصد به؟ مثلث قائم زاوية. مثلث قائم زاوية، ثم إيزوسيل متساوي الساقين. يعني غيحقق لنا هاد الشرطين. إذا فوالا سيتان تخيونغل ريكتونغل، لأنه عنده زاوية قائمة هنا، ثم إيزوسيل. إيزوسيل ثم متساوي الساقين. ثم شنو من بعد منا؟ تخيونغل إيزوسيل، تخيونغل ريكتونغل إيزوسيل، ثم تخيونغل إيكويلاتيرال. تخيونغل إيكويلاتيرال شنو مقصود بها؟ فوالا ستان تخيونغل إيكويلاتيرال متساوي أضلاع. كما تنشوفو حتى الزوايا غتكون متقيسة، غتولي عندنا 60 60 60. إذا نتكلم هنا عن مثلثات خاصة، يعني أن عندها واحد الخصوصية. إذا خصوصية، مثلا خصوصية أن تكون عندها ضلعين متقيسين، أو مثلا خصوصية أن تكون عندها زاوية قائمة ثم ضلعين متقيسين، أو خصوصية أن تكون عندها الأضلاع كلها متقيسة. فيما يخص المثلثات أننا سنرى أضلاعها ثم زواياها. construire un triangle dont les longueurs des côtés sont données. إنشاء construire كما نقول بناء، نتكلم على construction يعني البناية أو البناء. هنا نتكلم عن construire أنك تبني، المقصود أنك تنشئ un triangle، تنشئ مثلثا dont les longueurs الأطوال دي كوتي، الأطوال ديال الأضلاع سون دوني يعني أن معطات، يعني عاطينك القيمة ديال دوك الأضلاع، وانت عليك أن تنشئ هذا المثلث. تيقول لك غتوضع لنا واحد المثلث، غيطلبوا منك مثلا أنك تنشئ مثلثا عنده ضلع مثلا 8 سنتيمترات، ثم عنده ضلع مثلا 6 سنتيمترات، ثم عنده ضلع مثلا 4 سنتيمترات مثلا. إذن ثم عليك أن تنشئ المثلث. عندما تعطيك القياسات ديال الأضلاع ستكون هناك طرق لإنشاء المثلث، ماشي بحال لو ضعتي واحد المثلث هكذا اعتباطا. ريكونيتر لينيغاليتي تريونغولير اي لوتيليزي. شنو هي ريكونيتر؟ معرفة. شنو غنعرفو؟ لينيغاليتي تنعرفو بأن كاين ليغاليتي. ليغاليتي المقصود بها مساواة. مساواة. لينيغاليتي المقصود بها عدم المساواة. عدم المساواة. تنضيف هاد اي ان، في بعض الحالات اخرى نضيف اي ام على حساب الحالة حتى نحصل على عكس الكلمة. اذا ريكونيتر لينيغاليتي تريونغولير اي لوتيليزي، اذا كما نقول هنا معرفة عدم المتساوية، اللا متساوية كما نقول تريونغولير المثلثية اي لوتيليزي، ثم استعمالها. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا لينيغاليتي تريونغولير بيرمي دافيرمي كو سي 3 بوان ام ان اي بي نو سون با اليني. اذا لينيغاليتي تريونغولير بيرمي دافيرمي، اذا هاد
اللامتساوية المثلثية permet أن تمكن d'affirmer من إثبات que ces trois points بأنه إذا كانت هناك ثلاثة نقاط M, N et P ne sont pas alignés إذا كانت عندنا ثلاثة نقاط M و N و P ne sont pas alignés إذا كانت غير مستقيمية إذا كنا حطينا جوج نقاط ثم حطينا نقطة خارجة عليهم إذا M, N, M, P, P, N, P, N إذا تولي عندنا الضلع M, N ثم الضلع M, P ثم الضلع P, N إذا تنقول هنا نقول هنا M, N, P est alors un triangle نقول بأن هذا مثلث فهمتوا ولا لا؟ حاطين M و N و P أن غير ماشي في خط واحد أن غير مستقيمين إذا ممكن أننا نحصل على مثلث من خلال هذه الثلاثة نقاط ولا لا؟ إذا M N P est alors un triangle إذا M و N و P M N P في هذه الحالة est alors هي حينئذ un triangle في هذه الحالة سنحصل على مثلث dans ce triangle في هذا المثلث la longueur de chacun des côtés est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés dans ce triangle في هذا المثلث la longueur de chacun des côtés يعني أن طول كل واحد من هاد الأضلاع مثلا إلا خدينا إم إن ناخدو مثلا إم إن أو ناخدو إم بي أو ناخدو مثلا بي إن دون سو تخيونغل في هاد المثلث لا لونغور دو شاكا دي كوتي يعني أن طول كل واحد من هاد الأضلاع إيت إنفيريور هو أقل هو أصغر الحمد لله إنفيريور يعني أقل من حيث القياس inférieur à la somme des longueurs des deux autres côtés. Et dans la longueur de chacun des côtés, يعني أن طول كل واحدة ناخدو هذه ولا ناخدو هذه ولا ناخدو هذه. طول ديال هذه غيكون صغر من هاد الجوج. طول ديال هذه غيكون صغر من هاد الجوج أطوال. والطول ديال هذه أصغر من هاد الجوج أطوال. ماشي صغر من شي. يعني من حيث القياس. من حيث القياس. عندي حنا غنشوفو مثال هنا غوكونيتر لينيغاليتي تريونغولير اي ديوتيليزي نعرف هاد اللامتساوية كما نقول المثلثية ثم نستعملها للاستدلال على امور سنعرفها اذا طبعا عندنا بعد هاد الامر هذا عندنا لا بيربونديكولاريتي التعامد كونستخوير اون دغوات بيربونديكولير ا اون اوتر دغوات دوني construire une droite perpendiculaire à une autre droite donnée. يعني أنك تنشئ مستقيما perpendiculaire. يعني أنه عمودي à une autre droite donnée. أنه عمودي على مستقيم آخر معطى. تكون مصيب. تكون منشأ. construire une droite perpendiculaire à une droite donnée et passant par un point donné. إذا في الحالة الثانية غننشأو اون دغوات مستقيم بيربونديكولير أنه عمودي اون دغوات دوني عمودي على واحد المستقيم معروف حنا صيبناه من قبل اي باسون ثم أن تمر تولي عندها شرط آخر باش نصيبو مستقيم عمودي على واحد المستقيم صيبناه من قبل نقدرو نديرو فيما بغينا ولكن في الشرط الثاني غتكون عندنا واحد النقطة سواء كاينه في المستقيم المعطى او خارج المستقيم المعطى يعني ان المستقيم العمودي على المستقيم المعطى خاصو يمر من هذه النقطه الحمد لله غنشوف مثلا هنا كما تنشوفوا هنا عندنا لا بيربونديكولاريتي عندنا التعامد اذا كما تلاحظوا عندنا هذا مستقيم عمودي على هذا ممكن اننا يكون عندنا هذا المستقيم هذا نوصلو نوضعو مستقيم هكذا عمودي على هذا المستقيم الأسود نوضعو هنا نوضعو هنا نوضعو هنا كما بغينا ولكن في هذه الحالة مثلا الأخيرة غتكون عندنا نقطة مثلا أن أو أ أو بي ثم نضع مستقيما يمر من هذه النقطة ثم يكون عمودي على هذا المستقيم أننا نعرف كيفية إنشاء هذه الأمور هذه
إذن ثم عدنا كونستخوير لي هوتور دان تريونجل. ثم كيف لنا أن ننشئ لي هوتور دان تريونجل؟ طبعا لا هوتور المقصود به هو ارتفاع. ارتفاع. إذن نتكلم هنا عن إنشاء ارتفاعات مثلث. أيضا باش نصيبوا واحد مستقيم عمودي على مستقيم آخر غنحتاج طبعا ما يسمى بالكا كومبا ولا بيل كومبا. إذن كومبا كومبا آه. كومبا تكتب كما تلاحظوا عندها في الأخر اس ديفينيسيون تعريف. تعريف. إذا نتكلم هنا عن كومبا ديفينيسيون تعريف إتان انسترومون دو تراساج. إذا نتكلم عن أداة دو تراساج للرسم تتراسي ماشي الرسم هو ديسان. تهضروش هنا على انك ترسم يعني شي حاجه فيها العبارات. حنا نتكلم عن رسم بهذا الشكل. ترسم مثلا خط في واحد الملعب، ترسم واحد الحد ديال واحد المنزل. اذا نتكلم على هذا النوع من الرسم. لا نتكلم عن رسم الاشياء، ترسم تفاحه او ترسم شيئا ما. هذا طبعا نتكلم عن لو فيغ ديسيني او نتكلم عن لي ديسان الرسوم. هنا نتكلم عن لو تراساج تجي من فعل تراسي. تراسي انك ترسم او تجعل حدا، انك تراسي كما تنقول هذه الدارجه. إذن إتان انسترومون نتكلم عن كومبا دو تراساج، نتكلم عن اداه نتراسيو بها او دو ميزيور او ديال العبار، لان البيركار ايضا تناخذو به العبار ولا لا؟ إذن كومبا إتان انسترومون دو تراساج او دو ميزيور كومبوزي دو دو برونش articulé. Composé, je n'ai composé. Yani, un mukawana composé de deux branches. Mukawana min mada? De deux branches. Je choquette. Juge de l'foroa. Kouna min juge l'foroa. Articulé. Anna mutamafsila. Tet m'chou t'rja. Articulé. Yak? Articulé. Yani, anda wahad l'articulation. L'articulation, wahad l'mafsil. Yani, fintitna. Fintitna, mettenan, dira. Ou kama, indana wana. في تيتنا هاد لو كومبا دو برونش ارتيكولي. نتكلم هنا عن فرعين انهما يتمفصلان كما نقول ان بوان، يعني في واحد النقطه، النقطه هي اللي كاينه الفوق امبورطون اون بوان سيش، ثم ان عنده واحد الشوكه سيش صلبه حاده حاده ا اون اكستريميتي، يعني في النهايه ديالها اي ا لوتر، وفي الجهه الاخرى اي ا لوتر، انها تحمل في الجهه الاخرى لو بورت كريون حامل القلم، هي فين تدخلوا القلم ونزيروا عليه. طبعا ممكن كاين هناك تعريف اخر مشابه، نتكلم عن ان كومبا اي تان انسترومون دو جيومتري، نتكلم عن اداه للهندسه ياك كي سير اتراسي، التي تصلح طبعا نتكلم عن لو فيرب سيرفير كي سير اتراسي، التي تصلح لي الرسم بالطريقة اللي ذكرنا. دي سيركل أنها ترسم الدوائر، أو دي زارك شنو هما لي زارك؟ نتكلم أحيانا عن أخ كونسيال، إذا نتكلم عن قوس في السماء، إذا نتكلم عن قوس قزح، إذا نتكلم أخك دي زارك، إذا نتكلم عن أقواس. ثم دو سيركل نتكلم عن أقواس الدوائر. اذا طبعا هذه الاداه تتمكننا باش نرسمو الدوائر او ترسمو اقواس الدوائر. ممكن هذا لو كومبا انني نصوب قوس بدون ما نكمل الدائره، او ممكن نكمل الدائره. مي اوسي ا كومباري انها تتصلح باش نقارنو المسافات. غوبورتي انك تتهز واحد القياس وتحطه في جهه اخرى. وميزوري دي ديستونس لي ديستونس، او انك تقيس مسافات. نقدر نهز واحد المسافه ونمشي نحطها على المسطره ونعرف شحال فيها ولا لا؟ اذا مثلا غنشوفوا الحاله ديال الدائره. عندنا مثلا هذه دائره، فوالا ستان سيركل، فوالا ستان سيركل، اي فوالا سيتان ارك دو سيركل، ارك دو سيركل. اذا نتكلم عن ارك دو سيركل، قوس الدائرة. إذا هاد لي كومبا نو بيرميت دو تراسي دي سيركل أو بيان دي زارك دو سيركل. إذا هي تمكننا من أن نرسم دوائر
أو أقواس دوائر. الكومبا est un instrument de géométrie comme on a qui sert à tracer des cercles ou des arcs de cercles, mais aussi à comparer, reporter ou mesurer des distances. هناك أنواع أخرى من هذه الكومبا. So compa par exemple un point sèche إذا نتكلم عن النهاية ديالو حادة. S'inspire تياخذ واحد الفكرة عندي d'un modèle traditionnel japonais. D'un modèle traditionnel japonais. Et dans le cas de la percarte, nous avons vu le compas, on a traduit le fikra dialo, nous avons vu le taqlidi, et le libanien, doté d'une branche codée, et dans le cas de nous avons vu le fara codé, c'est un codé, qui est code, qui est fini l'un, 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 il s'avère un excellent outil. إذن كما يبدو بأنه واحد الأداة جيدة pour marquer les lignes. Pour marquer les lignes. إذن طبعا هو pour marquer les lignes. من أجل أنك تسجل الخطوط ماركي. كما نقول أنك تماركي. أنك تطبع. شنو تطبع؟ دي لين تطبع الخطوط. Pour marquer les lignes de couture. من أجل أنك تخطط أو تعلم بمعنى آخر الخطوط ديال الخياطة sur vos confections en cuir على المخيطات هي الملبوسات و... إذا نتكلم على confection عندي الخياطة sur vos confections en cuir إذا نتكلم على المخيطات ولكن بالجلد نتكلم هنا على الملبوسات مثلا بالجلد يستعمل مثل هاد البيركار غنتكلم على واحد لوكومبا آخر ما عنده هاد الشكل هذا إذن إن شاء الله سنكمل مع هذا الموضوع في الحلقات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.